ما حكم ما يفعله البعض من أنه يذهب إلى البقالة؟ ما حكم ما يفعله البعض من أنه يذهب إلى البقالة ثم يشتري السلعة ويقول لصاحب البقالة أحضر لك الفلوس بعدين بدون تحديد الوقت؟ هذا ما هو مؤجل، هذا قال ما معي قروش أجيبه لك إن شاء الله، باع بثمن الحال، باع بثمن مؤجل، باع بثمن الحال، لكن قال الآن ما معي فلوس ووثق به صاحب السلعة، لا بأس فيه. نعم.